وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله
قالوا نؤمن بما أنزل عليه وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين লাস্ট দে আওয়াজ থাইমা যাক না আওয়াজ সুন্দর করে চলছে না ফিনিশিংটা সুন্দর হবে সাদিকিন ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى
وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله সুর গলা থেকে আসবে নাক থেকে না হ্যাঁ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريقا منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن البيوت من ظهورها ولكن البر من
التقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذي في سبيل الله لم تشكر هنا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء كذلك جزاء كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام بالحرمات الشهر الحرام الشهر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو على سفر به أذى من رأسه ففدية من صيام
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم فاذكروا الله كذكركم آباء أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا
آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من دم ناونا كنا اكتا مرة دم ناونا قرم ركي اشياس دقى هيدا دم شاش فيدا بول سينا ناك دم دم نبا ومن اكتا دم نبير دورة فربا ومن الناس من يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله لا قلو ناكتي أضبناه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله
وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا 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 إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين
فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم كره لكم كره لكم كره لكم هو لكم ها كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ها خير لكم خير لكم خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم شر لكم شر لكم رادر لكم على قدر شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا
والله يحب ال ভালো করে বসো আগে, লড়াচড়া করবে না, ভালো করে বসে পড়ো। হ্যাঁ وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المتقين. الله ولي المتقين. ها এটা আরেকদিনের প্রশ্ন করছিলাম, এটা আমার লেখা আছে। إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يا أهل ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. أبا شو بتقول؟ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. برا برا
يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. جولة شندر في العواز دي أهان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا. إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. علي أي دفع علي أتوتش علي إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم
نعمة الله اذكروا نعمة اذكروا الله نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا ترى بنشكر حبيبي وعلى الله فليت يا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ما شاء الله ولا تزال تطلع على ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا ومن الذين قالوا إنا لا نضيع أجر فيسبوك لايف চলতেছে পরে কথা বলবো না ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغوينا بينهم العداوة
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاء قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من النور إلى الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم বলছি না প্রতিটা অক্ষর আলাদা আলাদা সুন্দর করে বলবা ভাইঙ্গা ভাইঙ্গা ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. مريم ما شاء الله. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن يهلك هلو إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما
يخلق ما يشاء. شاء شاء إذا كباري مرسو شاء إتنا يخلق ما يشاء. أرب بريشكار هبه يخلق ما يشاء. إيتو إيتو ما شاء الله. ولله ملك السماوات. يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. قدير ايه ده حسين؟ قدير قدير والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. قدير اذا بالي مرت سكنا قدير. والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. واحباؤه সব পারো তাহলে বলো না কেন, পড়ার সময় বলো না কেন, আমি বললে পড়া কেন বলতেছ? পারতেছ তো পড়ো, দ্বিতীয় ভাই বললে পড়ো তো ঠিকই পারতেছ, খেয়াল করে পড়ো। হ্যাঁ قل فلم يعذبكم قل فلم يعذبكم بذنوبكم قل فلم 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 قل فلم قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. مصير مصير كانوا بربر بار بلقصنا مصير. ها وإليه المصير زير المدة زير جهنم ياش بزير زير ولا حرب زير بزوطة كسرة কাসরা যেখানে আসবে নসীর। হ্যাঁ আলিম, হ্যাঁ হাকিম, খেয়াল করো হাকিম। জাযাকুল্লাহ খাইর ওয়া ইলাইহিল মাসির। বলছি না যে হাসো না, হাসি দেওয়া হাসি। হাকিম حكيم عليم وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا رسولنا هيا كسر رسولنا 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 هو ذاك النار رسولنا. ها. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا رار مدير بحلو كنا لقتس نار مخرج المدير لقاو رسولنا 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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم رسولنا يبين لكم على فتح
عَلَى فَتْرَةٍ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك الغني ذو الرحمة يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ما شاء الله. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فقالوا هذا لله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله
لله. وما كان فهو لله. وما كان لله. وما كان لله فهو فهو يصل إلى شركائهم. وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. لك النار. شو ذا؟ فهو يصل إلى شركائهم. فهو يصل إلى شركائهم. ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون. إذا بانغا دي تشمون إيتا تشاينا تو إلا بولي ناي. ساء ساء ما يحكمون. ما شاء الله. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. شركاء قتل أولادهم. قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. আর সুন্দর করতে হবে فذرهم وما يفترون. فذرهم وما يفترون. فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه وقالوا هذه أنعام وحرث حجر. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه. ما شاء الله. سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم.
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره কুলুমি সামারি أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا ومن الأنعام حمولة وفرشا ومن الأنعام حمولة وفرشا أي تو شندر هاي كم نبالر بره هاي أكيد هويت برا نا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين شكرا خلاص كده بره جاو الحمد لله ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله خلاص كده خلاص بسم الله الرحمن الرحيم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم عنهم ها ركوريشكر كوري بولبا عنهم ها وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله
وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. أواز بالكرة أواز. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عزيزا حكيما. إذا ودينا في الكرسي الأول هاي. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. معلش প্রিয় ভাইরা আসলে কথা বলা উচিত ছিল কিন্তু পড়াইতেছি তো এজন্য কথা বলতেছি না. إِنَّا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الناس بما أراك الله
ولا تكن للخائن. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما رحيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ভালো করে পড়ো খেলাধুলা ভালো করে করো তোমাকে ভালো করে পড়বা জাযাকাল্লাহ খাইর আসসালামু আলাইকুম।